صار بفترة قياسية أصبح المزود الأول والرائد لخدمات النقل بالشاحنات والحلول اللوجستية، وظروف الحرب لم تقف عائقا بل كانت بوصلة جهود مكثفة لاستمرار هالنشاط بالربط بين سوريا وباقي الدول. أريج، ضمن مساحة تلاقى فيها العالم خلال الفترة الماضية على أرض مدينة المعارض، تحقق الكثير من الفرص والعلاقات نحو مشهد إعمار سوريا. واليوم ضمن صباحنا غير رح نسلط الضوء على النشاط الاقتصادي عبر نموذج شركة نهر العطاء للشحن الدولي، ومعنا ضمن صباحنا مدير الشركة الأستاذ حسن عجم. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك استاذ حسن. يعني بالبدايه خلينا نتعرف اكثر على نهر العطاء المزود الاول ونشاطاتكم. نحن اسسنا نهر العطاء بال 2005 بالعاصمه السوريه دمشق، وانتشرت فروعها بجميع المحافظات السوريه والى فروع بخارج سوريا سواء لبنان او العراق او الامارات. نعم أستاذة حسن، خلينا نحكي عن معرض دمشق الدولية، مشاركتكم ضمن المعرض يلي كان بدورته 59، كيف لقيتوا مشاركتكم؟ كيف لقيتوا إقبال العالم؟ تحكي لنا شوي. معرض دمشق الدولي الدورة 59 الحمد لله تمت بعد انقطاع دام 5-6 سنوات، وكان عرس وطني بالحقيقة، قدرنا نعوض فيه السنوات الماضية كلها الحمد لله اللي ما كان فيها المعرض. احنا مشاركتنا بقطاع النقل والتصدير كنا عبر اكثر من جناح، عبر قطاع النسيجي والكيميائي وهيئه دعم وتنميه الصادرات والانتاج المحلي. نعم، يعني ضمن هيدي المشاركة لاحظت انه انفتح افاق جديدة، يعني دائما المعرض بيتيح فرصة. قديش اتاح معرض دمشق الدولي فرص لكم لكثير من الشركات برأيك؟ معرض دمشق الدولي أتاح فرصة لكل الناس، يعني ما حدا فات على المعرض دمشق الدولي بستاند أو كعارض على أي مستوى شركة أو يعني أي نشاط كان كبير أو صغير بالمعرض إلا ما كان له إفادة. فالخير عم على الجميع بالمعرض، والإقبال اللي كان شفناه وشاهدناه يعني إقبال غير مسبوق. يعني جهود كتير انبذلت بهالمعرض والكل تعب والكل اشتغل. اليوم بعد انتهاء معرض دمشق الدولي كيف بتقيموا مشاركتكم وبتقيموا نتائج هالعمل هذا وهالمشاركة؟ المشاركة مميزة والكل استفاد من المشاركة، وتم يعني تسجيل عقود ضخمة بكل القطاعات النسيجي أو الغذائي أو حتى الكيميائي الهندسي والزراعي، حتى القطاع الزراعي كان له حصة جيدة. كله بفضل الدعم الحكومي اللي قدمت لنا اياه، وبفضل الوفود اللي زارت البلد ان كان عراقيه او لبنانيه او اردنيه من كل الشرايح حتى الليبيه، ما فينا نستثني حدا، ومصر الجزائر كان لها حصه جيده كمان. فهدول كلهم تم ابرام عقود مع جميع المصدرين مع جميع المنتجين ضمن المعرض. هذا حيعمل خير وفائدة على الجميع أكيد. يعني اللي بهم يلي يعني أكثر شيء بمعرض دمشق الدولي يتميز في هالمعرض هو مثل ما ذكرت يمكن مشاركة وفود ودول عربية وأيضا أجنبية، لكن في شيء كتير مهم هو عودة المغتربين ومشاركتهم بالاقتصاد السوري وإبرام عقود أيضا، ويمكن كانوا هنا سلة وصل بين سوريا ودول بالخارج. أكيد أكيد، هلا عودة المغتربين نقطة كثير مهمة ونحن دائما بنعول عليها، وهي نقطة محفزة للجميع. وصول الوفود للمرة الثانية لسوريا، نحن هي تجربة ناجحة تكللت أول مرة بالنجاح عبر معرض سوريا مود، والتجربة الثانية توجت بمعرض دمشق الدولي. هذا الشيء كسر حاجز الخوف لدى الناس الموجودين. الوفود العربية اللي اجتنا هالمرة أكبر كمية، وما عاد في داعي يعني نحن نادي حدا يجي، صارت الناس هي تجي. يعني اجوا شافوا سوريا، انبسطوا بالمعرض 10 ايام. صحيح الكل تعب، الكل استهلك بهذا المعرض، بس نحن مبسوطين، يعني نحن رضيانين، عم نعمل شيء كثير حلو لنا وللبلد. في نتائج حققت اكيد النتائج كلها، وشفتوها انتم بزياراتكم، حتى يعني زوار دمشق هن يعني زوار سوريا هن كانوا كمان مبسوطين ومتفاجئين. لا، والعدد يعني العدد اللي غير متوقع، وإشغال يعني هي أول مرة تنشغل مدينة المعارض بهي المساحة كعارضين، يعني من مستوى اللي جاب بسطة وحطة لا أكبر جناح موجود،
يعني مستهلكة المدينة بشكل كامل. أكيد كان في أجنحة كتير، كان في مثل ما قلت عرض أكبر حجم ممكن للعارضين. قديش حسيت معرض دمشق الدولي أنعش الاقتصاد بهيدا الفترة؟ يعني خلال فترة 10 أيام حسينا في إنعاش للاقتصاد، هذا شيء مهم كتير. قدي حسيت إنعاش للاقتصاد كبير كتير، والدليل على كلامنا أنه نحن شهدنا تحسن بسعر الصرف وسعر الليرة السورية تماما خلال هاي الفترة. يعني اللي بيقول لك ما صار، لا صار عندنا حركة بيع، وصار عندنا حركة قوية، وصار في إقبال من جميع من الوفود ومن الجمهور السوري، وهذا الشيء انعكس إيجابيا على البلد. وبدينا بهاي المرحلة خلاص، يعني احنا بمرحلة الأعمار مشينا، ما مو انه عم نجهز، لا مشينا وانطلقنا وصرنا ان شاء الله بأول الطريق ومكفين. تمام. بمجالكم شو هي التحديات يلي واجهتوها؟ هلا تحديات قطاع الشحن هو من اهم القطاعات اللي تضررت، ومن اكثر القطاعات تضررت بسبب الطرقات. اول العمل الارهابي اللي صارت عندنا بالبلد، انقطاع الطرقات، اغلاق المعابر البريه، يعني هذا كله اثر علينا نحن، بس قدرنا مستمرين. يعني احنا كشركه قدرنا مستمرين ضمن الازمه، ما وقفنا عبر فروعنا كلها، والاهم منهم انا بضل دائما بذكر فرعنا بحلب، هذا فرع مكافح مقاتل، يعني أكيد رغم ضمن كل هاي الظروف تعرض لك لكافة الأمور، يعني اللي تعرضت لها أي شخص موجود بالبلد، من قطع طرقات، من توقيف سيارات، من حجز السيارات، من الخطف، هذا الشيء أثر علينا كله. بس الحمد لله ضلينا مستمرين، نقلنا المركز أكثر من مكان بس ما وقفنا. والمعابر البرية بس يعني تتكلل بهمة أبطالنا الجيش العربي السوري، وتنفتح كمعبر نصيب ومعبر التنف تبع العراق، هذا الشيء بيسهل وبيرجع الحركة قوية. احنا ما وقفنا عبر الميناء وعبر المطار، ولقينا كل الحلول كشركة، يعني ما فيك، وقدرنا نوصل المنتج السوري بكل الظروف لجميع الأماكن، مو بال يعني مو بالتكاليف اللي اختلفت التكاليف، لأن اختلفت شوي الأمور. منتج السوري منتج مرغوب بكل أنحاء العالم وبيتمتع بالجودة، يعني كمان أكيد. وما في يعني ما في منتج وتصدير، هو للتصدير ما في منتج ياخذ مكانه، ممكن يحل بديل مؤقت أوكي، بس إنه يكون مكانه مجرد ما انطرح منتج السوري. وهذا الشيء شفناه عبر تجربة معرض سيريا مول ومعرض دمشق الدولي، إنه أول ما صار في منتج وفي وسائل توصيل اجرت الناس وعملت عقود ضخمة وأبرمت عقود، فالحمد لله منتجنا يعني له سمعة عالية ورح يضل إن شاء الله يا رب. إن شاء الله أكيد. يعني قديش هالمعرض رفع شوي من المعنويات، أو رفع كتير من المعنويات للتجار، للصناعيين، لكل العالم يلي قدرت أنه تعرض البضايع تبعها، قديش رفع لك من معنوياتكم أنتو كشركة؟ رفعنا كتير من معنوياتنا مثل ما أقولوا النفسية والاقتصادية والعملية، حفزنا على العمل أكثر، حفزنا على الصمود، حفزنا على الإنتاج، نحن موجودين وبقيانين ورح نبقى ورح نضل موجودين ونشتغل. وهذا الشيء خلق روح التنافس، يعني احنا كشركات موجودين كقطاع شحن أو تصدير أو نسيج، هذا خلق روح التنافس، إنه احنا كلياتنا موجودين والناس عم تجي. نعم. فصار عندنا همة الحماس إنه كل شخص دي يقدم أفضل العروض، أفضل الخدمات، أفضل الأسعار. يعني الصناعي مشكور عم يجاهد ويشتغل وينتج، والدولة عم تدعم، كلكم مشكورين ضمن هيدا الظروف، كل الموجودين، فهذا خلق روح التنافس، يعني صارت الناس محفزة تشتغل، مبسوطة، مرتاحة. نعم. يعني مشهد إعادة الأعمار، إعادة أعمار سوريا، فينا نقول تصدر رؤى كل المشاركين. اليوم شو خططكم الموضوعة في هذا الاتجاه؟ هلا نحن عاملين كل الخطط الموضوعة وماشيين، يعني عم نحاول نسبق الأيام اللي جاية. يعني الدولة ما قصرت، قدمت لنا يعني أهم فكرة كانت ضمن معرض دمشق الدولي هي النقل المجاني. الدولة دعمت بناء المجاني لكافة العقود اللي عم تتنظم بمعرض دمشق الدولي. هذا الشيء عطى تحفز للوفود وللشركات ولكل المشاركين، إنه أنت تبيع بأفضل سعر، والشركة والدولة هي عم تدعم بالشحن، وأنت كشركة تقدم أفضل سعر. فهذا الشيء عطاهم فرصة، خلق فرصة كتير جيدة، وقدروا يعني هي أساس يعني أخذت جزء كبير من حيز إنه تنظيم عقود. يعني كاي جاي ينظم عقد بعشرة طن نظمه بعشرين وثلاثين طن، لأن يطلع ما في تكاليف. يعني إحنا الدولة السورية عم تدعم، عم توصل لك منتجة لبلدك بنفس الكلفة ببلدنا نحن، فهذا الشيء عطى تحفيز. ونحن بهالأثناء عملنا تجهيزاتنا للشحن الجوي، للشحن البري، للشحن البحري، طبعا حسب كل دولة وكيف فينا نوصل لها، وجهزنا قوائم وعروض أسعار، والناس كانت مبسوطة ومرتاحة كتير. يعني
وهذا الشيء سهل عملية التصدير كلها. تمام، يعني نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق، إن شاء الله بيكون المعرض هو فاتحة خير عليكم وعلى جميع الشركات، وإن شاء الله نقدر نعيد أعمار سوريا بالعالي. شكرا كتير لوجودك معنا لليوم أستاذ حسن. أهلا وسهلا فيك. شكرا كتير.